السلام عليكم، بنرحب فيكم في الأسبوع الرابع من مادة الكنترول سيجنال. الآن غطينا قبل شوية تشابتر 3، الآن بندخل على تشابتر 4. تشابتر 4 بتكلم على الأوبن لوب ديسكريت تايم سيجنال سيستم. الآن الطريقة اللي بنمشي فيكم هي طريقة منظمة بحيث توصلنا ل ستيبس نوصل فيها لكيف نجيب الترانسفر فانكشن أو بالزي دومين للكلوز لوب سيستم، بس لازم نمر على الاوبن لوب لانه في بعض البروسيسنج بتسهل علينا العمل. هذه زي خارطه الطريق كيف احنا نمشي عليها لنوصل لطريقه منظمه كيف نجيب الترانسفر فانكشن للسيستم ككل. فاحنا هنا بنتعامل مع الاوبن لوب سيستم لانه في عندنا خطوات لازم نتعود على عملها. هاي عندي السيكونس اي اوف كي، بدي اجيب الزي ترانسفورم اللي حيعطيني الاي اوف زي اللي بيساوي اي اوف 0 اي اوف 1 زي ماينس 1 اي اوف 2 زي ماينس 2. ولو بدي اطلع عليها في عالم الستار ترانسفورم بدها تساوي اي اوف 0 اي اوف تي اي تو ذا ماينس تي اس بلس اي في 2 تي اي تو ذا ماينس 2 تي اس وهكذا اللي عندي. يعني بعبارة تانية العلاقة بين E of Z و E star of S عندي E of ST بدي ساوي Z، وهذا بنسميها الـ exact approximation. الآن the Bose transfer function عندي G of S. G of S بتتكون من جزئيتين، جزئية الـ zero order hold وجزئية البلانت اللي عندي G B of S. فG of S بتساوي هذه الترانسفر فانكشن للزيرو اوردر هولد والترانسفر فانكشن للبلانت عندي اللي هي بتساوي 1 ماينس اي تو ذا ماينس اس تي على اس في جي بي اوف اس. الان احنا حكينا انه الانبوت عندي لما يصير له سامبلينج بعطيني الاي اوف اس، بعطيني اي ستار اوف اس. ولا تنساش انه الاي ستار اوف اس هي عباره عن ايش؟ عن periodic signal. الحاجة الثانية انه الـ E of S والـ E star of S هدول اشارتين مختلفتين، ما بنفعش اعوض عن واحدة عن الثانية. الان الـ C of S ايش عبارة عندي هنا؟ بتساوي الـ G of S هنا في الـ E star of S. الان بدي اطلع عليهم الـ C of S والـ G of S هدول نفس النموذج، يعني هدول عبارة عن لابلاس ترانسفورم لانالوج سيجنال. هذه الاي ستار اوف اس هي لابلاس ترانسفورم لديسكريت سيجنال، فهذه بتختلف عن هدول العالم. يعني بعباره ثانيه لو انا في جيبتي عملتين، عملت دينار وعملت اسرائيلي الشيكل، الان هدول بيختلفوا عن بعض. الان لاقول قديش معي لازم احول يا للدينار يا احول لايش؟ للاسرائيلي. الان لما اجي بدي اقول بدي احول هدول كلهم لنفس العمله، ايش بدي اعمل؟ بدي اخذ ستار لكل هذه. الان هذا في الطرف هذا فيش الا هي، فلما احولها لستار بتتحول لحال. الان في الطرف هذا ايش عندي؟ الجي اف اس والاي ستار اف اس. الاي ستار اف اس اوريدي محوله، يعني هذه، فبضل عندي الحاجه الوحيده اللي بدها تحويل ليش؟ الجي اف اس. فهذه لما بدي احولها بدي اقول عندي اخذت الستار لهاي، هذا تساوي الجي ستار اوف اس في الاي ستار اوف اس. هذه مهمه اعرفها. الان اذا وصلت لهذه كل شيء ستار بقدر اروح على طول اقول وين في ستار احط سي اوف زي. هنا سي اوف ستار اوف اس ايش بتساوي؟ سي زي. هنا جي ستار اوف اس هاي جي زي، اي ستار اوف اس هاي اي اوف زي. فانا رحت من الكونتينوس للترانسفر فانكشن في عالم الزي دومين من الاس دومين. الان هذا بنطلع على نموذج عندي. هان عندي ايش هنا؟ اي اوف اس بدها تساوي اي اوف اس بدها تساوي البي اوف اس في الاف ستار اوف اس. الان هذا لما حولته ايش قلت؟ لازم احول كل شيء لستار، فصار عندي اي ستار بدها تساوي بي ستار في الاف ستار. وعشان هيك قلت الـ A of Z بدي ساوي B Z of F of Z. هذه الخطوات اللي أنا بمشي عليها. ناخذ example هان لنشوف كيف بساوي فيها. طلع عندي هان الـ A of S إيش عندي؟ بتساوي 1 minus E to the minus T of S على S في S plus 1. هاي عندي الـ إيش؟ الـ A of S اللي هي بتمثل لها. الـ A of S إيش بدها تساوي؟ الـ B of S اللي هي بتساوي 1 على S في S plus 1،
والـ F of S اللي هي بتساوي جزء الفوقاني 1 minus E to the minus TS. هذه ليش؟ لأنه الـ E to the minus TS عبارة عن إيش؟ عن Z minus 1. فهذه جاهزة، يعني هذه لما بدي أحولها هذه جاهزة للتحويل، الـ F star of S اللي هي بتساوي الـ F of Z بتساوي 1 minus Z to the minus 1، وهذه لما أنظفها بتصير Z minus 1 على Z. يبقى الـ B of Z إيش بدي أجيب؟ بدي أجيب Z transform للواحد على S S plus 1. لما أجيب الـ Z transform إيش لازم أحسب في الحساب؟ لازم أحسب في الحساب الـ Zero order hold اللي عندي للسيستم، كويس؟ يعني هذا بدي أحولهم ل ككل، أجي أحول هذه لل ديسكريت. لحولها لديسكريت لو رحت للتابلز هلاحظ هذه بتساوي 1 على 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي في الزي على زي ماينس 1 في زي ماينس اي في تي. هذه اسهل طريقه اللي قلت لك، روح على ايش؟ التابل. الان صار الاي اوف زي ايش بتساوي؟ البي اوف زي في الاف اوف زي، هاي البي اوف زي حطيتها وهاي الاف اوف زي. الزي ماينس 1 هتروح مع هاي والزي بتروح مع الزي، ايش بضل عندي؟ 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على زي ماينس e to the minus t. هاي ال a of z اللي عندي للسيستم. طيب نيجي نكمل على هاي. طب ال c of s ايش بتساوي؟ ال g of z في ال e star of z، كويس؟ زي ما عملنا قبل شوية بدي اخذ star للكل، ايش صار عندي؟ c star بدها تساوي g star في ال e star. الان بقدر اروح لل g، صار عندي c of z بدي تساوي g of z في ال e of z، وبدي اعوض هاي عندي g of z اللي سميتها قبل شوية a، وهي الايش الستيب اللي عندي. فصارت هذه عندي السي اوف زي بدها تساوي جي اوف زي في الاي اوف زي اللي بتساوي زي في زي زي ماينس 1 على تي في زي ماينس 1 في زي ماينس اي ماينس تي. وهذه بدي احولهم ل بقدر احولهم هذول ككل لايش؟ ل خلينا نقول اجيب الانفرس تبعتها. الانفرس تبعتها بدها تساوي اي اوف كي. الاي اوف كي ايش بدها تساوي؟ هذه بدها تعطيني يو اوف كي، وهذه بدها تعطيني ايش؟ اي تو ذا ماينس كي تي في يو اوف كي. الان عند زيرو هذه بدها تساوي 1 وهذه بتساوي 1، فاعطتني ايش؟ زيرو. بعدها بصير اطرح الجزء هذا كل ما فيه المعطى تبعه بينقص، وهذه ثابته الواحد، فانا بقرب للواحد تقريبا بعد 5 سامبلينج بتصير هذه ودن قريبه من الواحد بشكل كبير، فبعتبرها وصلنا للستدي ستيت فاليو. الستدي ستيت فاليو اللي هي بتساوي لو انا ابلاي الفاينل فاليو ثيرم تعطيني هذه الاجابه، بتقول الليمت لما زي جوز تو 1 في زي ماينس 1 في سي اوف زي، والليمت هذه لما اطبقها بتعطيني بتساوي 1 اللي عندي. يعني بعوض بدل الجي اوف زي بتساوي 1، هاي الجي زي عندي عوضت بدلها 1 بتصير 1 ناقص اي تو ذا ماينس تي، 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي، هذه ككل تعطيني 1 اللي هي اعطتني اياها على الرسمه هنا. هذه بجيبها طبعا، هذه بسميها الدي سي جين للسيستم. الدي سي جين بساوي الجي اوف زي لما زي بتساوي 1، او بجيبه من في جي بي اوف اس لما بعوض عن الاس بتساوي 0، بتعطيني نفس الشغله في هذا المكان. يعني دي سي جين ايش بيساوي؟ الليمت لما زي جوز تو 1 في جي اوف زي، او الليمت لما زي جوز تو 0 لجي بي اوف اس. وهي شفناها كيف اعطتني هنا 1 باستخدام الزي، وهنا 1 باستخدام الايش؟ الاس دومين. يعني هنا حطيت 0 اعطتني 1، هنا حطيت 1 اعطتني 1، اعطتني نفس الجواب. الان بناخذ بريك وبنكمل لان المعلومه اللي جايه مهمه، فبدنا ناخذ بريك لها.